اهلا وسهلا بكم دائما في الركن التربوي على قناة الجديدي، وحلقة اليوم هي الحلقة 19 وعنوانها ما هي لغة التعليم في تونس. يبدو السؤال بديهي لكن سأحاول الإجابة على هذا السؤال، وسأصيغ تدخلي اليوم هذا على شكل تساؤلات، وسأحاول أن أمسك نفسي عن استسهال تقديم الأجوبة والحلول، لا لأنني لا أريد مساعدة نفسي ومساعدتكم، بل لأنني لا أملك حيال هذه المعضلة سوى الحيرة والتساؤلات فقط. وفقني الله ووفقكم فيما نسعى إليه من إصلاح لمنظومتنا التربوية العربية المرنة. أولاً، في تونس ما هي اللغات المستعملة في التعليم التونسي؟ هي أساساً العربية والفرنسية والإنجليزية في المرتبة الثالثة، وعديد اللغات الأخرى تدرس في تونس. لنبدأ بالعربية. عندما نقول العربية في التعليم نتكلم على الفصحى وليس على الدارجة. لغتنا هذه العربية الفصحى التي حسب رأي تركها أهلها فتركته. مدرسون المواد العلمية في الابتدائي والإعدادي، لأن في تونس عندنا التعليم العلمي معرب في الابتدائي وفي الإعدادي على مدى 9 سنوات. المواد العلمية تدرس بالعربي، لكن أي عربي؟ هل مدرسو التعليم العلمي في الابتدائي والإعدادي يتكلمون الفصحى في القسم ويطلبون من تلامذتهم تكلم الفصحى، أم هم يستسهلون الدارجة؟ وأترك الجواب إليكم. في الإعدادي عندما يدرسون الرياضيات يدرسونها بثنائية اللغة في نفس الحصة، يدرس الرياضيات بالعربية الكتابة الرياضية تكتب بالفرنسية. إذن التلميذ يقع في ثنائية عند التفكير، مرة يستعمل اللغة مرة يستعمل الرموز اللاتينية، وعند الكتابة أيضا مرة من اليسار إلى اليمين ومرة من اليمين إلى اليسار، وقد تؤثر على تكوينه الذهني في الرياضيات. سؤال آخر أطرحه، هل لغتنا العربية هي لغة الواقع في العالم العربي كله، أم هي لغة افتراضية؟ معناها في الواقع لا نتكلم الفصحى، في الواقع نتكلم الدارجة تقريبا في كل البلدان العربية. ولا يكفي هذا، بل من يتكلم العربية في مجتمعاتنا نستهزئ منه ونضحك عليه. إذن في تونس حتى خارج التعليم تقريبا الفرنسية سيدة، في ميدان التجارة، في ميدان قطع الغيار، في ميدان حتى مواد الاستهلاك تسمع دائما كلمات ذات جذور فرنسية ولو احنا نطقناها بالعربي. إذن اللغة العربية الفصحى، واعيد الفصحى، اضحت كأنها لغة منبتة في ترابها في اهلها في العالم العربي، ومحقورة من قبل اهلها قبل ان يحتقرها الاخرون. هي محقورة من اهلها، لا يتكلمونها ويضحكون على من يتكلمها، ويستعملونها في التعليم أو في المحاضرات في الجامعة. والمصيبة الأكبر أنه حتى في التعليم عندما تكون تدرس الإيقاظ العلمي بالعربية الفصحى، أعيد السؤال، هل معلمون أو أساتذتنا يستعملون اللغة العربية الفصحى في القسم ويدربون تلامذتهم على استعمالها، أم يستسهلون الدارجة بمنطق تسهيل الفهم للتلميذ؟ اللغة العربية إذن الفصحى، وربما اللغة العربية الفصحى لا توجد تماما عند المثقفين الفرنكوفونيين الذين ثقافتهم فرنسية ويتكلمون فرنسي، وهؤلاء أيضا نوعا ما هنا العكس
يحتقرون من يتكلم العربي. إذن المشكلة تقع للمدرس سواء في الابتدائي أو في الثانوي، كيف للمعلم أن يرغب التلميذ في لغة متروكة من أهلها، محتقرة من أهلها، لا يتكلمها أهلها، لا يستعملونها إلا في المدرسة أو في الجامعة. إذن مهمة المعلم في ترغيب التلميذ في اللغة العربية الفصحى مهمة صعبة جدا، وربي يعاونوا عليها. حاجة أخرى، إذا أراد متعلم في تونس سواء في الجامعة ولا في الثانوي الرجوع إلى مراجع علمية، هل نجد مراجع علمية موثوق بها باللغة العربية؟ وعندما أقول مراجع أتكلم عن المجلات العلمية المختصة المحكمة والتي نرجع لها في البحث العلمي. هل توجد مجلة علمية مختصة محكمة ناطقة بالعربي؟ أنا لا أعمم، أتكلم عن اختصاصي، في اختصاصي غير موجودة مجلة علمية محكمة مختصة باللغة العربية في الديداكتيك أو في البيولوجيا، وهذا نقص كبير جدا. أذكر أيضا بنوع من الأوهام السائدة عند الناس، يعتقدون أن في تونس مثلا أن اللغة الأولى هي العربي. هذا في الكلام في الشعارات. اللغة الأولى في التعليم التونسي هي الفرنسية، والدليل كونه من المعهد، من منذ أن تدخل المعهد الثانوي كل المواد العلمية تدرس بالفرنسية، وفي الجامعة تقريبا كل الاختصاصات العلمية والتكنولوجية كلها تدرس بالفرنسية. إذن لغة العلم أتحدث على تدريس العلوم بالذات، اللغة الأولى في تدريس العلوم في تونس هي الفرنسية، رغم التعريب الذي تمر به المرحلة الأساسية وهي التي تدوم 9 سنوات. إذن الوهم الأول عند هؤلاء الناس كون العربية الفصحى هي اللغة الأم. ليست لغتنا الأم العربية الفصحى، للأسف الشديد أقول هذا. لغتنا الأم هي الدارجة، نحن منذ الولادة نتدرب على الدارجة مع أمهاتنا وأبائنا وأقراننا، لا نتدرب على العربية الفصحى. نكتشف العربية الفصحى في السنة أولى ابتدائي، وعادة ما يكون اكتشافا صادما نوعا ما. الوهم الثاني عند الناس أو الاعتقاد الثاني اللي كون اللغة العربية هي لغة حضارة عالمية، هي ليست لغة حضارة عالمية. لماذا؟ كانت في القديم لغة حضارة في القرون الهجرية 3 الأولى وتقريبا حتى للقرن 5 هجري، حتى تقريبا إلى ابن رشد ودولة الأندلس، كانت اللغة العربية لغة حضارة عالمية، وكان غير العرب يلتجئون للكتابة بالعربية، ولذلك سميت الحضارة العربية الإسلامية، سميت عربية إسلامية لا نسبة إلى العرق العربي، وإنما نسبة إلى اللغة العربية التي كان يتكلمها التركي والفارسي والهندي والإسباني كلهم، لأنها كانت لغة حية ولغة عالمية ولغة حضارة ولغة علم. لكن للأسف قلت انطفأ هذا الوهج للغة العربية، هذا العصر الذهبي للغة العربية، حسب رأي أحدده مع موت ابن رشد في القرن 12، خاصة 1198 بالضبط. الوهم الثالث، اللغة العربية الفصحى المعجمية التي نستعملها اليوم قادرة على تعريب واستيعاب العلوم. هذا صحيح لو نظرنا إلى القدرة الاشتقاقية للغة العربية، لكن هل فعلنا شيء من أجل ذلك؟ هل قمنا بترجمة مكثفة كما قام بها المامون في القرن 3 هجري؟ لم نقم بذلك، ولا نترجم كل الآثار. يجب أن تسبق استعمال العربية موجة من الترجمة كثيفة جدا حتى نستوعب كل العلوم بلغتنا. الوهم الرابع هو اللغة العربية الفصحى لغة حية ومعاصرة. تظهر كون لغة حية ومعاصرة، ولكن ليس لها وزن في الانترنت، ليس لها وزن في الاقتصاد، ليس لها وزن في الآداب. أتحدث على العالم العربي دون مقارنة بلغات أخرى مثل الفرنسية والإنجليزية والإسبانية.
حتى ولو كانت اللغة العربية يتكلم بها عدد أكثر من الذين يتكلمون بالفرنسية، لا يعني هذا أن لغتنا متفوقة، وإنما لغتنا في حاجة إلى سند علمي، سند ترجمة، سند رجالها ونسائها. اللغة ليست وحدها تتطور، يطورها ناسها وأهلها عوض أن يحتقرها. فلماذا إذن صمدت اللغة العربية رغم كل المصائب هذه التي تمر بها ومرت بها؟ حسب رأيي الخاص صمدت لأنها لغة القرآن الكريم. مما ساندها وأعطى لها نفس وجعلها لا تموت مثل اللغة الآرامية لغة المسيح، أو تموت كاللاتينية تقريباً والأغريقية التي تحولت إلى لغات أوروبية اللي هي الفرنسية والإسبانية وغيرها. مشكلة ثالثة ممكن تسببت في الأزمة، وهذه فكرة لفرانسوا بيرغا عالم سياسة، عندما قال أن الاستعمار الفرنسي اغتصب الخيال العربي الإسلامي، اغتصبه فيما يهمنا اليوم، اغتصبه في لغته، جعل لغته منبتة في وطنها. هذا ساهم، ويقول فرانسوا بيرغا أن الاستعمار الفرنسي كان أكثر ضرراً في اللغة والدين من الاستعمار البريطاني. وقد تحدثنا قديماً على الفرق ما بين العلمانية الفرنسية المعادية للدين والعلمانية الأنجلو ساكسونية المتصالحة مع الدين. أمر الآن إلى اللغة الفرنسية الثانية، اللغة الثانية أو اللغة الأولى في تدريس العلوم في تونس. الفرنسية أيضاً في تونس تلاقي تقريباً ما تلاقيه العربية. ما معنى؟ معنى أن الأساتذة الذين يدرسون الفيزياء والرياضيات والعلوم الطبيعية في الثانوي المفروض يدرسون بالفرنسية السليمة، لكن لو استمعت إلى أستاذ تونسي يدرس في الفيزياء فستسمعه يتكلم بالدارجة. ودائما أقول لا أعمم ولا أقول النسبة، وإنما أعطي ملاحظات وأنت حر أن تأخذ بها أو لا تأخذ. كيف يبررون هذا التصرف بعض الأساتذة؟ أنهم دائما يقولون أن التلميذ لا يفهم بالفرنسية. إذا كان التلميذ لا يفهم بالفرنسية والمفروض أنت تدرسه بالفرنسية، تستسهل الموضوع وتدرسه بالدارجة، ويوم الامتحان تعطيه امتحان بثلاثة ولا أربعة ورقات فرنسية صعبة وسليمة جدا، هل يعقل هذا؟ إذن التلميذ لا يتطور في اللغة الفرنسية وحده ولا ينزل عليه الوحي من السماء، وإنما ندربه على استعمال اللغة الفرنسية في القسم. ومسؤولية اللغة الفرنسية ما دامت موجودة وما دامت كل العلوم تدرس بالفرنسية، إذن علينا محاولة إتقانها كما يتقنها الفرنسية. ومسؤولية تعليم الفرنسية في تونس لا تقع على أستاذ الفرنسية فقط، وهذا ما يدعيه كثير من الناس، وإنما تقع على مدرس العلوم في الثانوي ومدرس الرياضيات في الثانوي ومدرس التكنولوجيا ومدرس الاقتصاد. إذن علينا كل المدرسين لو استعملوا الفرنسية ودربوا تلامذتهم على استعمال الفرنسية في القسم لكان مستوى الفرنسية أحسن ما هم موجود. والرقم الذي قالته الوزارة العام الفارق أن تقريباً في البكالوريا 5000 في الفرنسية، معناه شيء رهيب، شيء معناه غريب جداً. وأظن أن من بعض أسباب هذه الأسفار في البكالوريا ما ذكرته الآن، وقد يوجد أسباب أخرى. إذن تلميذ في الإعدادي والثانوي، في الابتدائي والثانوي يدرس العلوم بالعربي، وفي بعض الأحيان قلنا فمثونات ثنائية اللغة في استعمال الرموز متاع الرياضيات، وفجأة يجد نفسه في السنة أولى ثانوي يدرس العلوم بالفرنسي. وهذا ممكن مما تسبب في انقطاع كثير للتلاميذ. إذن هل ندرس العلوم في الثانوي بالفرنسية كما هو مطلوب؟
أقول يجب أن ندرسها بالفرنسية وليس بالدارجة؟ هل الأساتذة يعطون فرصة لتلامذتهم لتعلم اللغة الفرنسية في القسم أو تعلم الإنجليزية في القسم؟ أظن أيضا هذا نوعا ما شيء متروك، وكأنه التلميذ عنده فرصة خارج القسم باش يتعلم اللغة الفرنسية أو اللغة الإنجليزية. للأسف ليس للتلميذ التونسي فرصة أخرى إلا القسم ليتعلم ويتدرب على اللغة. إذن على الأساتذة أن يتركوه يتدرب في القسم. هل لنا مخابر مجهزة لتعلم اللغات؟ أظن مفقودة. أنصح أنا شخصيا وأكمل تدريس الترجمة في الثانوي، والترجمة سواء من العربية للفرنسية أو العكس أو الإنجليزية، لا يعنيني إن كانت الإنجليزية ستصبح الأولى والفرنسية تصبح الثالثة، ما يعنيني في الترجمة يتعلم التلميذ ويتقن اللغتين إذا دربناه وأتينا له بأساتذة مختصين في هذه المادة وليسوا أساتذة العربية. مع احترامي لهم، يجب على أستاذ الترجمة أن يكون متكونا في الفرنسية وفي العربية وإذا أمكن في الإنجليزية أيضا. وشكرا وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.